السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس جديد من دروس الفيزياء والكيمياء الخاصة بالسنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي 7. إذا الدرس اللي غادي نشوفوه هو دورة الماء. إذا هو درس فيه واحد النسبة مهمة تذكيرية من الدروس اللي كنت شفتوها في السنة الابتدائية. إذا قبل كل شيء هو أنه أين نجد الماء؟ إذا المياه عادة أين نجدها؟ هناك مياه سطحية وهناك مياه جوفية. إذا المياه السطحية هي اللي كنلقاوها على السطح، بحالاش؟ بحال مثلا مياه الأنهار، مياه المحيطات، مياه كي البحيرات والبرك إلى آخره. إذا عادة المياه مثلا ديال الأنهار والبحيرات إلى آخره تكون أكثر، يعني فيها التلوث أكثر نوعا ما، حيث هي على السطح، يعني كيضربها الغبار، ناهيك عن الحشرات وغيره من الأشياء، العوامل الطبيعية اللي كتوسخ داك الماء. بينما المياه الجوفية هي المياه التي توجد تحت الأرض، مثل ماذا؟ مثل مياه الآبار والعيون إلى آخره. هذه المياه ديال الآبار والعيون هي مياه تكون نوعا ما نسبيا صالحة للشرب، طبعا كنزيدو حنا شي منظفات إلى آخره. بالنسبة للمياه فهي عادة في الكرة الأرضية، إلا شدنا الكرة الأرضية كنلقاو أن المياه كثيرة، يعني كتمثل أكثر من اليابسة، ولكن المياه الصالحة للشرب قليلة، حيت مياه البحار والمحيطات غير صالحة للشرب. مثلا المياه ديال البحر فهي مالحة، وباش نرجعها صالحة للشرب ستتطلب أموال كثيرة، لذلك نلجأ إلى المياه الجوفية ومياه الأنهار إلى آخره، ونقوم بتصفيتها. غادي نشوفوا داكشي في الدرس ديال معالجة المياه. المياه توجد في الطبيعة على ثلاثة حالات: حالة فيزيائية سائلة، طبعا سائلة هي أشياء يعني تتدفق، يعني ما تقدرش تشدها بيديك، سائلة بحال المياه البحيرات والأنهار مع الصنبور إلى آخره. هناك حالة صلبة تقدر تشدها بيديك، التلج، الجليد، الصقيع، تبروري كنقولوا ليه البراد إلى آخره. الصقيع بحال داك اللي كتحل الشرجم، اللي كيكون بارد الحال كتلقى شي حاجة بحال التلج قدام الشرجم، إذا إلى آخره. ثم حالة غازية. شنو حالة غازية؟ هو بخار الماء. الماء اللي كتسخنو كيطلع شي فوار، هذاك البخار هو بخار الماء. الماء هو الوحيد في الطبيعة كنلقاو في ثلاثة حالات: حالة صلبة، حالة سائلة، وحالة غازية. الآن علاش الدرس سميتو دورة الماء؟ غادي نشوفو كيفاش الماء يعني أنه سماه دورة، لأنه يقوم بدا دائرة. علاش؟ حنايا ملي كتصب ديك الشتا، ملي كتجينا إلا شفنا كما ترون جانبه، كيبان لنا أن مياه البحار تتعرض لأشعة الشمس. إذا تلك المياه البحار عندما تتعرض لأشعة الشمس فهي تتبخر، يعني كيطلع داك البخار، يقدر داك البخار ما تشوفوش، ما تخيلش راسك تمشي للبحر وغادي تشوف داك البخار طالع، يقدر يكون لا يرى بالعين المجردة، ولكن في نهاية المطاف فهو بخار يصعد إلى الطبقات ويتكاتف. إذا يتكاتف داك البخار، كيكون غيوم، تلك الغيوم تنقلها الرياح إلى أعالي الجبال. عندما تنقلها الرياح اش كيطراو تلك الغيوم؟ إذا بيناتها كتكاتف وكيطراو تساقطات، كيطيح فوق الجبل الثلج، وفي المناطق السهلية كيكونوا أمطار، يعني فوق الجبل كنلقاو ديما الثلوج، وفي الأراضي كنلقاو أمطار. إذا داك الشتا ملي كطيح كيتكون لينا أنهار، شوية من داك الماء كيتخبى تحت الأرض، هما دوك المياه ديال الآبار اللي كنلقاوهم من بعد، والباقي يتدفق. ملي كيتدفق كيضرب دورة وكيرجع كيطيح في البحر. غادي تقول لي شنو الفائدة ديال الماء أنه ها هو دار من البحر ورجع وطاح عاوتاني في البحر؟ هناك فائدة كبيرة، لأن تلك المياه عندما تتبخر وتتكاثر ملي كطيح الشتا ما كيكونش داك الماء مالح، وبالتالي الماء النهر ملي كيتدفق اليابسة والكائنات الحية اللي كيشربوا من النهر وكيستافدوا من داك الماء، لذلك دورة الماء فهي مهمة جدا لحياتنا. الناس كنلقاو أن بعض المناطق التي تعاني من الجفاف تنتظر المطر، دورة الماء ما عندهاش، وبالتالي ها هو كاع التكنولوجيا تطورت ولكن ما تقدرش تنقذ واحد الدولة من الجفاف. واش مفهوم؟ واخا كاع تطورت التكنولوجيا الى اخره، ولكن لابد في رياضة المطر الانسان كينتظر الشتا، لذا كتلقى الناس سعداء عندما يسقط المطر.
مزيان. إذا ما هي استعمالات المياه؟ المياه عندها استعمالات كثيرة، استعمالات فلاحية مثلا السقي، إذا الآبار إلى آخره، واستعمالات كذلك غذائية، إذا كنشربو كنطيبهم، استعمالات منزلية كنسيقو بهم إلى آخره. هناك استعمالات طاقية مثلا دوك السدود، داك الماء اللي كيدير السدود كيعطي لها الطاقة الكهربائية، وناهيك يعني كاين بزاف ديال الاستعمالات. إذا الواجهة عندنا من الماء كل شيء حي. إذا في نهاية المطاف أنه بدون ماء ما يمكنش الإنسان يعيش. نتمنى أن الفقرة ديال الدرس الأول استفدتم منها مزيان، دمتم أوفياء. غادي تلقاو نص الدرس أسفل الفيديو، قراو. السلام عليكم.